خطير وخطير بزاف هادشي اللي قال الحزب ديال التقدم الاشتراكي في مجلس النواب. قال بان كاينين الشبكات عندها مخازن سريه كتوزع فيها الغازوال والبنزين واثمنه واحده اخرى وكتجني شي ارباح اخرى وباغا تخزن باش حتى الا كانت طلع الثمن هي كتبدا تطيح. وهادشي واش كاين ولا ما كاينش انا تعرفوا عليه في الاخبار مع مصطفى الداودي ومعايا رئيس الحكومه. السلام عليكم سي عزيز. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سي عزيز، شنو بالك في هذا الخبر هذا اللي كنهضروا عليه الصباح هذا؟ فعلا انا شفت هذا الخبر هذا مزيح. هادشي راه داز في مجلس النواب سي رئيس الحكومه. فعلا انا ما قلتلكش داز في الحمام البلدي في مجلس النواب هادشي اشياء لا داعي لذكرها. وماذا فاستعرف السائمات بانهم 250 الف برميل ديال البترول اللي كتباع كلها في البلاد ديالنا نهار كلها، وبرميل ديال البترول فيه 159 ريتور، هذا يعني 39 مليون ليتر في النهار الواحد كنستوردو فعلا من الهند وروسيا اوروبا الى اخره. انا شخصيا عندك حسابك انني ما كنعيش في الشوارع في الزناقه المغربيه، ما عمري ما شميت لحد الان ملي كنجي ندخل لداري مثلا شي ريحه ديال شي سيترينا ولا ديال شي برميل عامر بالمحروقات عند الجيران جاولي. فلا ادوي كيف هاد السيد هذا اعطينا الى بغا يعطينا اعطينا لا لوكاليزاسيون ديال هاد هاد الاماكن هادو اللي فهمت هادشي هذا ونمشيو له بكل بساطه. مسائل اللي هي واويه اذا فهمنا راك الحكومه انتم في راسكم هادشي كاع ما عندكمش دراية بهادشي. نعم السائمات ما عندكمش درايه كاع بهذا الشيء هذا السي رئيس. لا ليست لي درايه نهائيا، وحنا كنقيلوا نتجولوا في السياره ديالي لا في الاحياء ديال الدرويش ولا في الاحياء ديال اللي مربي رويش. ما كاينه حتى شي ريحه حتى شي ريحه وانا ما عنديش تما نقوي. اوكي اسمح لي السي رئيس الحكومه، انتم كتخدموا دابا بالريحه؟ شنو الريحه؟ اذا غادي غادي كتشموا تبارك الله عليكم. شكرا. كيشمو يعني كيحسب الانسان واش كاينه شي حاجه. تبارك الله عليك، شكرا بزاف رئيس الحكومه. تبارك الله عليك سي عزيز. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى الداودي. السلام عليكم خويا مصطفى الداودي اللي كان معنا. غادي نمشيو ناخذوا خبر اخر. شفنا ديكلاراسيون مؤخرا ديال الاشرف حكيمي اللي بعد الضجه اللي كان هضر على المدرب وليد الكراكي، قال هو اللي رجع ليه الفضل وما هضرش على المدرب ديالو ديال بي اس جي وواحد الخدمه ماشي هذاك. المهم كانت الهضره بزاف. دابا خرج عاوتاني وهضر على زيدان وهضر على غونار، هادشي اللي هضر عليه والناس قالوا علاش ما هضرش عاوتاني على الكراكي. كما درنا وحله والله صافي راه فات هضر كل ما غيهضر على واحد حتى يكمل كاع المدربين اللي عاونوه في المسيره ديالو. كنظن هو اللي غيقدر يجاوبنا حسن. قلنا علاش هضر على الكراكي في الاول عاد من بعد هضر على زيدان. صباح الخير حكيمي. صباح بونجور. صباح الخير لاباس عليك كلشي مزيان؟ اكسكيزي موا بارلي فرونسي اوجوردي. فولي كون بارلون فرونسي داكور. اون فوزا كونتاكتي جوست بور كومبروندر بوركوا فوز افي بارلي لا بروميير فوا دو وليد الكراكي، بار كونتر لا دوزيام فوا فوز افي سيتي كو زيدان، فوز افي توجور با سيتي فوتر انترينور دو بي اس جي. باسكو موا ايتان جوار بروفيسيونيل دي فوا موا بارلي انترينور انسيان بارلي جوار اي فو با parler toujours de même personne parce que les publics il faut comprendre les paroles différentes une dernière question Hakimi, vous pouvez passer un message aujourd'hui à travers chez DFM à l'entraîneur du PSG, comme ça vous êtes kin avec tout le monde et tu ne te préoccupes pas. Et entraîneur, moi, beaucoup respecte entraîneur parce que moi, besoin à PSG, besoin d'argent et besoin pour beaucoup pour aider ma mère à acheter des vêtements et tout le monde et pour se garder au niveau pour jouer avec mes amis Neymar et le primo Sergio. Et dernière question Hakim avant qu'on vous laisse. Et c'était dernière question. Avant dernière et là c'est la dernière. Si vous devez choisir entre Gregi, l'entraîneur du PSG et Zidane, vous choisirez qui? question difficulté allez.
question assez très là, difficile. OK, j'ai double appel, merci. Merci. فشو كاين شويه ديال السياسه في هذه الاجوبه ديالك؟